أهدافي بعملة الشيبة. وإذا ما كنت أنت مستثمر بعملة الشيبة، هل ممكن تستثمر الآن؟ أخبار واتجاه عملة الشيبة رح نناقشه بهذا الفيديو. لكن صديقي بتمنى منك إذا استفدت من هذا المحتوى تدعمني باللايك والاشتراك لحتى يصلك كل جديد. بتمنى منك تلقي نظرة على قناة التليجرام لتشوف أرباحي بنفسك، ما تفوت على نفسك الفرصة وانضم لي على الرابط الأسفل الفيديو لتاخذ أهم الصفقات الناجحة. صديقي نحن كنا متابعين أخبار عملة الشيبة لما كان سعرها 0.505، وخبرت الشباب دخولك بهاي المناطق دخولك ممتاز. بالتأكيد الأشخاص اللي دخلوا بهاي المناطق عند الربح أكثر من 60%. الشباب وارد كتير كبير يتم تخريج أرباح من هاي المنطقة. لذلك صديقي أنا بدعوك تكون حذر من هاي المناطق. أنا باخذ أهدافي على العملة على أساس ربحي ونموذج الشرط. أنا ما بعتمد على أي تطورات للفريق أو حتى مشروع العملة. صديقي أنا الكل اللي بيهمني العملة وسبلاي العملة والشرط وربحي. لذلك صديقي بتمنى منك أي مشاريع بتشوفها على العملة ما تأخذ المواضيع على محمل الجد. ممكن المشروع ينحكى فيه سنة لحتى يتنفذ. لذلك صديقي اتعامل بواقعية ولا تتعامل بالعاطفة. أما أنا شباب أهدافي بعملة الشيبة 0.4015، أيضا 4.22، وهدفي البعيد 0.4045. شباب اللي منتظر العملة تعود للقمة السابقة، العملة عليها تضخم كبير صديقي، وما بدي اياك تعيش بالأحلام. لذلك صديقي أنا بفضل منك تكون أهدافك واقعية. لما رح نرفع سقف توقعاتنا أكيد رح أطلع وأقول لك أهداف العملة أبعد من هيك. لكن صديقي خلينا الآن نحكي بواقعية. أما أنت إذا ما كنت مستثمر بهاي العملة وحابب تدخل بالعملة، خلونا نشوف في بوناتشي من القمة من آخر القاع عملته العملة إلى القمة، منشوف دخولك الصحيح اللي لازم يكون عند المنطقة الذهبية 0.8508 إلى 0.506. أما دخولك الآن ممكن يكون في احتمالية التصحيح، لأني صديقي الأشخاص اللي دخلوا من القاع حاليا محققين ربح أكثر من 50%، واحتمال بهيك منطقة يخرجوا أرباحهم. حاليا العملة عمال بتحاول تكسر الترند الهابط وأكيد مو بسهولة بينكسر. العملة ممكن تعمل إعادة محاولة أكثر من مرة. صديقي بتمنى منك تقسم دخولك، وقرار الاستثمار هو قرارك الشخصي. وإذا كنت وصلت معي لنهاية الفيديو بتمنى منك تدعمني باللايك والاشتراك. لا تنسى تنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتأخذ أهم الصفقات الناجحة.